بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة الصف الخامس الابتدائي، ازيكم يا ابنائي؟ عاملين ايه النهارده يا ولاد؟ ان شاء الله هنبدأ في الوحدة التاسعة. الوحدة التاسعة بتتكلم عن ضرب القصور الاعتيادية وقسمتها. المحور الثالث القصور الاعتيادية والقصور العشرية وعلاقات التناسب. التناسب معناه تساوي نسبتين او اكتر. هنتعلم مع بعض ازاي نضرب كسر في كسر، وازاي نختصر يا ولاد ونبسط القصور في أبسط صورة. يعني مسألة لو فيها مثلا ضرب كسرين أو قسمة كسرين، هنتعلم مع بعض إزاي نوجدهم في أبسط صورة. عندنا المفهوم الأول ضرب القصور الاعتيادية والأعداد الكسرية. الدرس الأول ضرب القصور الاعتيادية أو الأعداد الكسرية في عدد صحيح. استكشف العوامل ونواتج الضرب. اكتب على الأقل تعبيرين عدديين مختلفين يمثلان عملية الضرب ولهما نفس ناتج الضرب. بصوا معايا كده يا أولاد، المسألة معايا احلها ازاي. هنا بيقول لي 4 × 6/10، 4 × 6/10. طيب انت عشان تحل المسألة دي ممكن ان انت تعمل كذا طريقة. طيب اول طريقة ممكن تعملها ان انت تضرب 4 × 6 تديك 24 وتكتب 10 تحت، وبعدين تبسط الكسر، تقسم بس المقام على الاتنين. 24 × 2 = 12 و10 × 2 = 5. هيطلع معاك 12 على 5 الناتج، تقدر تحوله لعدد كسري لأن البسط أكبر من المقام. 12 على 5 فيها الاتنين ويبقى 2، طلع الناتج معايا 52. دي أول طريقة لحل المسألة. طب الطريقة التانية نعمل إيه؟ إن إحنا نكتب العدد 6 على 10 ده في أبسط صورة. نختصر يعني 6 على 2 = 3 و10 على 2 = 5، مفهوم يا ولاد؟ وبعدين نضرب 3 × 4 = 12 ونكتب 5 تحت. بعد كده 12 على 5 هنحولها لعدد كسري، اسيب الخمسة زي ما هي والاتنين في 5 × 10 وتبقى 2. يبقى انا عملت طريقتين لحل المسألة. اختصرت الاول العدد 6 على 10 بقى 2 على 3 بقى كام؟ 3 على 5، وضربت بسط في بسط ومقام في مقام لان الاربعة مقامها بواحد. 3 × 4 = 12، 1 × 5 = 5. اول ان انا ضربت على طول الاربعة في 6 × 24، 1 × 10 = 10، وبعدين الكسر ده بسطته لابسط صورة، فطلع الناتج معايا 2 × 2 على 5، يعني 50. 52. 52 تمام. الوحدة التاسعة يا ولاد، المفهوم الأول ضرب القصور الاعتيادية والأعداد الكسرية. الصفحة اللي معانا قاعدة في مدخل ومخرج زي الترم الأول. أنماط القصور الاعتيادية، أكمل جداول المدخلات والمخرجات وضع إجابتك في بسط في أبسط صورة إذا كان ذلك ممكنا. عند القاعدة هنا بيقول لي 9 على 10. يعني إيه حبايبي؟ هنعمل إيه؟ هنعمل جدول كده زي ما هو عامله في مدخل ومخرج. المدخل عندك كان 2، القاعدة عندك بيقول لك اضرب في 9 على 10، حاجات سهلة وجميلة اهي. طب الاتنين لما اضربها في 9 على 10 هنضارب 2 × 9 هيعطيني 18 على 10. 18 على 10 اقدر ابسطها، اقسم بس المقام يبقى على واحد الاتنين. تمانية على عشرة اقسم بس المقام على الاتنين، لا اقسم الاول. 18 على 2 هيعطيني 9، و10 على 2 = 5، طلع كام؟ 9 على 5. ركز معايا تاني، هنا الاتنين هنضربها في 9 على 10 ونجيب المخرج في أبسط صورة. نطبق كده الحل يا حبايبي، ركزوا. عندي هنا 2 هضربها في 9 على 10، بختصر يبقى 2 على 2 = 1 و10 على 2 = 5. ممكن أنا أصفي المسألة كده تبقى 9 على 5. 9 أكبر من 5، هحولها يا حبايبي لأن هنا البسط أكبر من المقام، لازم تتحول لعدد إيه؟ لعدد كسري. طيب 9 على 5، 9 فيها 5 واحدة ويتبقى 4، 1 ويتبقى 4، يعني 1 و4 أخماس. يبقى احنا كان عندنا المدخل 2، المخرج 1 و4 أخماس، لأن القاعدة كان بيقول لك اضرب في 9 على 10. طيب المدخل اللي بعديه، هنا المدخل كان 4، هنقول 4 في 9 على 10. طيب نعمل ايه؟ الأربعة نقسمها على الاتنين فيها الاتنين. اسمع الكلام وافهم الطريقة عشان تعرف تحل. الأربعة عدد زوجي، تقسم 4 على 2 = 2 وتقول 10 على 2 = 5. تمام كده؟ يبقى عندك ايه؟ 2 × 9 = 18، وهنا 5 في المقام. طيب 18 على 5 هتحولها لعدد كسري، يبقى 3 صحيح؟ 3 × 5 = 15 وتبقى 3 عشان تديك 18. يبقى 18 على 5 ليها 3 و3 أخماس، 3 و3 أخماس، فهمتوا؟ طيب المدخل اللي بعديه هنا في المسألة، المدخل اللي بعده كان 6، يبقى 6 هضربها في 9 على 10. أختصر 6 على 2 فيها 3 و10 على 2 فيها 5،
يبقى 3 في 9 ب 27، واكتب الخمسة تحت، بقت 27 على 5. احولها لعدد كسري، اسيب الخمسة زي ما هي، واقول 5 في 5 ب 25، وتبقى 2، يعني يطلع الناتج كام؟ 55. يبقى انت كده حولتها لعدد كسري. طيب المدخل اللي بعد كده كان 8، 8 هتعوض في القاعدة، تقول 8 في 9 على 10. كل ده احنا بنحل الجدول الأولاني يا ولاد اللي هنا. طيب 8 هضربها في 9 على 10 ازاي؟ أشوف المقام اللي عندي، العشرة وهنا التمانية، العشرة والتمانية أعداد زوجية، يعني ينفع نقسم على الاتنين. أقول 8 على الاتنين فعل 4، و10 على الاتنين فعل 5، ماشي كده؟ تاني، ها ركز كده تاني عشان تفهم الطريقة أهو. بص يا حبيبي، التمانية ده هي والعشرة أعداد زوجية، تقبل قسمة على اتنين، تقول 8 على الاتنين، تعمل شرطة كده، تقول 8 على الاتنين فعل 4، و10 على الاتنين فعل 5، تقوم ضارب الأربعة في 9 اللي فوق يعطيك 36، وهنا الخمسة تحت. طيب 36 على 5 هنحولها لعدد كسري، لأن 36 أكبر من 5، تقوم كاتب 5 تحت هنا، وتشوف 36 على 5، 5 في 7 ب 35، وتبقى 1، يطلع الناتج 5 وخمس، 7 وخمس. تمام؟ ده بالنسبة للجدول الأولاني اللي عندنا. طيب الجدول التاني يا أولاد، القاعدة موجود فيها بيقول لي 3 و5 أتمان، هنضرب العدد المدخل في 3 و5 أتمان. ركز معايا كده، المسألة اللي هي رقم 2، لا المسألة اللي هي رقم 2 تحتها، تعال نحل رقم 2 تحت ده الأول، وبعدين نطلع رقم 3. رقم 2 اهي يا ولاد، شايفينها على السهم ده؟ طيب المرة دي هنا في القاعدة بيقول لك اضرب في كام؟ اضرب في 10 على 10 وربع، اضرب في 10 وربع، فاهم الكلام؟ يعني أي عدد هندخله في المدخل اللي هنا اللي هو 2 هنضربه في 10 وربع. بص يا حبيبي، تقوم ضارب ازاي؟ 2 في 10 وربع، تضربها ازاي يا حبيبي؟ ترفع الكسر الأول، يعني 10 وربع دي تسيب 4 زي ما هي تحت، وتقول 4 في 10 ب 40، و1 يبقى 41 اهو، يعني تبقى 2 في 41 على 4. طب نحلها ازاي؟ نختصر، نقول 2 على الاتنين فعل 1، و4 على الاتنين فعل 2، هيطلع الناتج ايه؟ 1 في 41 ب 41، والاتنين زي ما هي تحت. فهمت كده؟ لسه ما خلصتش، احنا لسه هنكملها. ليه؟ لان ال 41 على الاتنين عدد كبير، عدد غير حقيقي، نقوم كاتبين 2 زي ما هي، ونقول 2 في كام قريبة ل 41، 2 في 20 ب 40، ويبقى 1، فيطلع الناتج 20 ونص. ده الناتج النهائي 20 ونص، فهمتوا؟ ده الناتج النهائي. لما اجي اعمل ادخل في المسألة بتاعت رقم 2 مدخل 2، المخرج هيديك 20 ونص. طب المسألة اللي بعدها لما تدخل 4، تعالى نمسح وانت بقى تنقل، انقل الحاجات دي. طبعا هو عايز الناتج، يبقى انت تكتب 20 ونص دي في الجدول عندك هنا في الخانة ده اللي عليها السهم. ماشي يا ولاد، تعالى نبص للسبورة ونشوف الحل معانا هيبقى عامل ازاي لما يبقى المدخل 4. المرة دي يا مستر المدخل كان 4، والقاعدة كان بيقول لي اضرب في 10 وربع، فاكرين المسألة؟ طيب الأربعة دي هعوض ازاي؟ هضربها في 10 وربع ازاي؟ بسيطة، بص يا حبيبي، هتقوم رافع الكسر، يعني الأربعة زي ما هي، والعشرة وربع دي ترفع الكسر ازاي؟ هتسيب 10 زي الأربعة زي ما هي في المقام، وتقول 4 في 10 بكام؟ ب 40، ونزود عليها 1 يبقى ايه؟ 41 اهي. شفت كده؟ شفت سهله ازاي؟ ضربنا 10 في 4 ب 40، 1 41. بعد كده بنختصر 4 على 4 في 1، 1 في 41 ب 41، كده انت خلصتها، طلع الناتج ايه؟ 41. تقوم كاتب هنا في الجدول هنا 41 في الحته ده اللي انا عليها السهم دي، تكتب هنا 41. طيب اللي بعدها المدخل عندك كام؟ المدخل 6، يبقى 6 في 10 وربع، 6 هتتضرب في كام؟ في 10 وربع. طب هنعملها ازاي يا حبايبي؟ مين الشاطر يقول لي؟ أول حاجة بنرفع الكسر. مستعدين نحل مع بعض؟ افهموا معايا. لازم ترفع الكسر هنا، تقول 10 في 4 ب 40، 1 41 كده. وبعدين تختصر 6 على الاتنين فيها 3، و4 على الاتنين فيها 2. تقوم كاتب 2 زي ما هي كده. وتضرب 3 في 1 ب 3، و3 في 4 ب 12. تطلع 123 على 2، ترجع تبسطها، تسيب الاتنين زي ما هي، وتقسم من الشمال. فاكرين الاسم يا ولاد؟ 12 على 2 فيها 6، و3 على 2 فيها 1، وتبقى 1، هيطلع ناتج 61 ونص. ده الناتج بتاع المسألة لما يكون المدخل 6، يبقى المخرج هيطلع كام؟ 61 ونص، هتكتبها في المربع الموجود هنا. طيب لما نيجي يا مستر نعوض ب 8، تعالوا نشوف كده على السبورة، لما اعوض مكان السين العدد هنضربه في 8، المدخل يعني 8، ماشي، يبقى 8 في كام؟ في 10 وربع. هنعمل ايه يا حبيبي؟ نسيب التمانية زي ما هي، نيجي عند العشرة وربع، نسيب أربعة زي ما هي، وأربعة في 10 ب 40، وواحد كام؟ 41.
نختصر 8 على الأربعة فهي 2، 2 في 41 أو 2 في 1 ب2 و2 في 4 ب8، يطلع الناتج كام؟ 82، وطبعا دي مقامها 1، 82 على الواحد هيديني 82 زي ما هي. يبقى نكتب هنا 82 الناتج. تعال بقى نحل الجدول اللي هو رقم 3 ده. القاعدة هنا مختلفة يا أولاد، القاعدة بتقول لي اضرب في 3 و5 أثمان. طيب المدخل كان عندك كام؟ هنحل رقم كده يا أولاد 2، أول حاجة نضربها في 3 و5 أثمان، هنرفع الكسر طبعا الاتنين بره اهي، نقول 3 × 8 = 24 و5 = 29، وبعدين نختصر 2 على 2 = 1، 8 على 2 = 4، نضرب 1 في 29 ب29، وهنا الأربعة تتكتب زي ما هي تحت، بقت 29 على 4. ال29 على 4 فيها كام؟ فيها 7، لأن الأربعة في 7 ب28 هي القريبة ل29، وتبقى 1 طلع 7 وربع. يبقى أنت هتكتب هنا مكان السهم اللي عندك ده تكتب 7 وربع. طب تعالوا نعوض ب4، لما يكون المدخل 4 تعالوا نشوف على السبورة، لما نعوض مكان المدخل ب4 المخرج يبقى بكام؟ أقول 4 هضربها في 3 و5 أثمان نفس الطريقة، نسيب الأربعة زي ما هي ونرفع الكسر، 3 × 8 = 24 و5 = 29، نختصر 4 على 4 = 1، 8 على 4 = 2، هيطلع معايا الناتج 29 على كام؟ على الاتنين. طيب 29 على 2 هقسمها من الشمال، 2 على 2 = 1، 9 على 2 فيها الـ4، 2 × 4 = 8، ويبقى 1، يعني يطلع الناتج كام؟ 14.5. ده الناتج بتاعنا اللي هنكتبه في الايه؟ في السهم هنا، مكان السهم. طب تعالى نعوض ب6، نعوض في القاعدة اللي عندنا، ضرب طبعا 6 اهو، هنضربها في العدد 3 و5 أثمان، سيب الستة زي ما هي، وقول 3 × 8 = 24 و5 = 29، الستة على الزوجي نقسم على الاتنين فيها 3، و8 على 2 = 4، بنختصر يعني، وبعدين نضرب 3 في 29 ونقسم على 4، 3 في 9 ب27، 7 ومعاك الـ2، 2 في 3 ب6 و2 8، تطلع 87 على 4، هتحولها لعدد كسري، تقول له 8 اقسم الشمال، 8 على 4 = 2 ومكاتب 2، 7 على 4 = 1 وتبقى 3، السبعة فيها 4 واحدة وتبقى 3، يبقى الناتج اللي هتكتبه 21 3/4، ده الناتج اللي هيتكتب مكان السهم اللي انا واقف عليه. طب تعالوا نشوف لما يكون المدخل 8، هنعوض في التمرين، اقول 8 وهنا 8 في العدد 3 و5 أثمان، هسيب التمانية زي ما هي بره كده، 3 × 8 = 24 و5 = 29، 8 على 8 = 1، نختصرهم يطلع الناتج 29، نقوم كاتبين هنا في المربع 29. فهمتوا يا ولاد مسألة المدخلات والمخرجات؟ تمام. ده كان صفحة كام؟ صفحة 62 من كتاب المدرسة اللي احنا حليناه ده، كان صفحة 62. تمام. طيب يلا يا ولاد نشوف الصفحة اللي بعدها. الصفحة اللي بعدها بتتكلم عن تقدير ناتج ضرب القصور الاعتيادية في الأعداد الكسرية. إيجاد ناتج الضرب، أوجد ناتج الضرب واستعد لمناقشة الأنماط والعلاقات التي لاحظتها. هنا يا حبايبي الأربعة في 7 ب28، دي جدول ضرب كلنا عارفينه. هنا الضرب زي ما أنت متعود، 3 مثلا في 2.5، بتضرب 3 × 25 = 75، والعلامة بعد رقم. طيب تعالوا شوف سؤال تعلم كده. سؤال تعلم أزهار في حوالي للبيع. تبيع بسمة مجموعات من زهرة الأفوحان الزاهية، اسمها زهرة الأفوحان الزاهية يا ولاد، ماشي، التي تربطها بخيط. تستخدم 6 أعشار متر من الخيط لعمل باقة متوسطة الحجم. تستخدم نصف طول الخيط الباقة متوسط الحجم لعمل باقة صغيرة الحجم، وتستخدم 1.5 ضعف أكبر من طول خيط الباقة متوسط الحجم لعمل باقة كبيرة الحجم. اتبع إرشادات معلمك لإيجاد طول الخيط الذي تستخدمه بسمة لعمل باقات الأقحوان صغيرة متوسطة وكبيرة الحجم. هنا يا ولاد لما يجي نحل مسألة زي دي، احنا عارفين إن 6 على 10 متر عشان تحولها من المتر للسنتيمتر بتضرب في 100، هتقول 6 على 10 في 100 عشان نحول من المتر للسنتيمتر.
لما اضرب في 100 بشيل صفر مع صفر، يتفضل عندك 6 × 10 بـ60، يطلع ناتج 60 سنتيمتر. طيب إيه 1.5؟ ممكن نرفع الكسر، 1 × 2 بـ2، 1 × 3، يطلع ناتج 3 على 2. تمام. طيب هو بيقول لي هنا 1.5 ضعف الخيط الذي يبلغ طوله 6 على 10. تمام، ضعف الخيط الذي طوله كذا. يبقى انا اول ما اقول ضعف ده ضعف العدد اللي هو 1.5، يبقى ضعف اللي هو ايه 3 على 2، يطلع مثلا 3 على 2 × 2، يطلع ناتج بكام؟ بـ3. طيب هو قال لي في المسألة هنا تستخدم 1.5 ضعف أكبر من طول الخيط في الباقة. يعني إيه يا حبايبي؟ يعني 1.5 ده هيتضرب في طول الخيط اللي هو 6 على 10 اللي هو جابها في المسألة. يبقى لما نيجي نحلها بنرفع الكسر، وقول 1 × 2 بـ2، 1 × 3، يبقى 3 على 2 × 6 على 10، وبعدين نختصرها. هنا الستة تتقسم على الاتنين، 2 على 2 فـ1 و6 على 2 فـ3. نرجع نضرب 3 × 3 بـ9، ويطلع الناتج كام؟ 9 على 10 متر، اللي هي بتساوي كام بقى؟ سنتيمتر. لو عايزين نحول من المتر للسنتيمتر بنضرب في كام؟ بنضرب في 100. يعني 9 على 10 متر اقدر احولها للسنتيمتر، ان انا هضرب في 100، قول 9 على 10 × 100، يطلع الناتج 90 سنتيمتر. يبقى الاجابه بتاعتي تبقى ايه؟ 90 سنتيمتر او 9 على 10 متر. تمام، اللي هو كان بيقول في المساله ان 1.5 ضعف اكبر من طول خيط الباقه متوسطه الحجم. الضرب في نصف، استخدم التفكير المنطقي لايجاد قيمه كل ناتج ضرب. اذا لزم الامر فرسم مخطط لمساعدتك، وضع اجابتك في ابسط صوره اذا كان ذلك ممكنا. رقم 1، تعالوا نحل يا اولاد المسائل ديت مباشره مع بعض. هنا بيقول لي 2 على 3، عايزين نضربها في العدد اللي هي 1 على 2. هنا بنختصر يا ولاد، لما نيجي نحل 2 على 2 فـ1 و2 على 2 فـ1، 1 × 1 بـ1، 1 × 3 بـ3، طلع الناتج بتلت. طيب في مسائل بقى عندنا تقدير بيجي لك، يقول لك التقدير يكون ايه؟ من خلال الرقم اللي على اليسار. يعني انت ما اقول مثلا 2 على 3 في نص، طيب تقدير العدد ده هيبقى اكبر من الواحد ولا اقل؟ والله بتشوف الواحد ده، الواحد اقل من ايه؟ من النص. الواحد اقل من النص، يبقى ما تضرب العدد نص في 2 على 3، الناتج اللي هيطلع هيبقى اقل من ايه؟ من العدد اللي على الشمال، لان اللي انت بتضرب في عدد اللي هو على اليمين ده كان البسط اقل من المقام. لما تضرب عدد البسط اقل من المقام، يبقى ناتج الضرب هيكون عدد اقل من العدد الاولاني اللي هو 2 على 3، اللي هو يطلع بتلت. يعني فهمتوا يا اولاد؟ يبقى لما هضرب عدد وعايز اشوف الناتج، لما اضرب عددين في بعض وعايز اشوف الناتج هيطلع اكبر من العدد الاولاني ولا اقل منه ولا بيساويه، والله بشوف الضرب التاني. الواحد اقل من الاثنين، ايوه، يبقى انت لما تضرب عددين في بعض لازم الناتج بيطلع يبقى اقل من الاولاني. طب بتضرب عدد كبير اكبر، بس اكبر مقام، يعني لو قلت مثلا 2 على 3 مثلا في 3 على 2، خد بالك لما تيجي تضرب العددين انت عايز تقارن الناتج اللي هيطلع مع العدد الاولاني، بتعمل ايه؟ بتحلها عادي، بص كده البسط اكبر من المقام، صح؟ يبقى الناتج الضرب العددين في بعض، الناتج اللي هيطلع هيكون اكبر من العدد اللي على الشمال ده اهو. دي ملحوظه تبقى عارفها وتيجي اكمل. العدد الناتج يكون اكبر من ولا اقل من ولا يساوي؟ احنا الوقت خدنا الاولى طلعت اقل من، لان كنا بنضرب في عدد البسط اقل من المقام، فطلع الناتج اقل من العدد الاولاني. هنا بضرب البسط اكبر من المقام، فالناتج هيكون اكبر من الثاني الاولاني اللي هنا ده. فاتنين تروح مع الاثنين في الواحد، وهنا 3 على 3 فـ1، فطلع فعلا 1 أكبر من مين؟ من التلتين. طب امتى يطلع نفس العدد؟ لو انا قلت مثلا 2 × 1، الواحد ده كان مثلا 6 على 6، بضرب مثلا في 6 على 6، فلما اضرب في 6 على 6 هيديك نفس العدد اللي هو 2 على 3. فهمتوا؟ تعالوا نكمل بقى حل المسائل اللي معانا دي يا اولاد كلها. المسائل اللي معانا هنا، مسألة اللي بعدها رقم 2، 4 على 5 في نص. هنا بختصر اقول 2 على 2 فـ1 و4 على 2 فـ2، وارجع اضرب 1 × 2 بـ2، 1 × 5 بـ5، يطلع ناتج 2 على 5. طيب اللي بعدها كلها مسائل سهله وبسيطه، هيتعود معايا بقى الحل عشان تبقى شاطر. 2 × 4 على 5 في نص، تاني نفس الكلام، بجيب نص البسط، يعني 2 على 2 فـ1 و4 على 2 فـ2، وقول 1 × 2 بـ2، 1 × 5 بـ5، طلع ناتج 2 على 5. ها سهله؟ يلا اكتب معايا، اكتبوا معايا يا اولاد. رقم 4،
أربعة على اتناشر في واحد على اتنين. كل اللي هنعمله هنجيب نص الأربعة، نص الأربعة اتنين، اتنين في واحد باتنين. كمل معايا هنا، اتناشر في المقام. وخد بالك الاتنين على اتناشر تتبسط، تقسم بس المقام على اتنين، يبقى اتنين على اتنين هيعطيك في واحد، واحد واتناشر على اتنين فيها ايه؟ ستة يبقى الناتج واحد على ستة. تمام، ستة. صوت شاطر، قول معايا، قولوا معايا يا اولاد، وصلنا الرقم كخمسة، برافو عليك. قول معايا بقى الشاطر، يقول مع المستر. ماشي، كل اللي سامعني جاوب معايا يا اولاد. هنا تلاتة على خمسة في واحد على الاتنين. هنا التلاتة تنفع تقسم على الاتنين؟ لا لا، يبقى انا هعمل ايه؟ هقوم ضارب على طول، تلاتة في واحد بتلاتة، واتنين في خمسة بعشر. طب المسألة رقم ستة، هنا ربع في نص، هنضرب واحد في واحد بواحد، واتنين في أربعة بكام؟ بتمانية. تمانية. كده ايه الناتج بتاعنا؟ طلع تمنية. طيب تعالوا نشوف اللي بعدها، المسألة اللي بعدها يا ولاد. احنا وصلنا لرقم ستة، في بعدهم في مسائل على الجنب اهي، تعال نحلها. هنا بيقول لي اتنين على تلاتة في واحد ونص، يعني جنب كل مسألة مسألة كده. تعال نحل العمود بقى اللي جنبه، العمود اللي جنبه على طول ده يا ولاد. تعالوا نشوف الناتج هيطلع بكام، ركز معايا كده. العمود اللي جنبه هنا شايفينه، اللي هو اتنين على تلاتة في واحد ونص. حبيبي يلا نرفع الكسر، قول معايا اتنين على تلاتة اهي. هنا نسيب الاتنين، واحد في اتنين باتنين، واحد تلاتة، العدد في مقلوبه بيديك واحد. دي احنا حلينا اول واحدة دي يا ولاد، فتكتب الناتج جنبها هنا واحد. ماشي كده، مفهوم؟ تمام، نكمل اللي بعدها. هنا اربعة على خمسة في واحد ونص، هنسيب الأربعة على خمسة زي ما هي ونرفع الكسر، واحد في اتنين باتنين، واحد تلاتة. بعد كده بنختصر، أربعة على اتنين فيها فيها الاتنين، واتنين الاتنين. على اتنين فيها الواحد، اتنين على اتنين في الواحد. اتنين في تلاتة بكام؟ ستة. واحد في خمسة خمسة. ستة أخماس، هنكتب هنا واحد، ستة على خمسة فيها الواحد وتبقى واحد، يبقى الناتج واحد طلع وخمس. واحد وخمس. السؤال اللي بعده كمل معايا كده، وصلنا لرقم كام؟ احنا تمانية على عشرة. خلصنا. تمانية، احنا في العمود التاني، تمانية على عشرة في اتنين ونص. يا ولاد اتنين ونص دي هنرفع الكسر، وخد بالك تمانية على عشرة دي تبسطها، يعني في حاجات كده تبقى سهلة. تمانية على عشرة تتبسط، تقسم بس المقام على الاتنين، يبقى هنا فيها الأربعة وهنا فيها الخمسة. اتنين في اتنين بأربعة، واحد خمسة، خلاص؟ خمسة تروح مع الخمسة، خمسة على خمسة فيها الواحد، وخمسة على خمسة فيها الواحد، اتنين على اتنين فيها الواحد، وأربعة على اتنين فيها الاتنين، يطلع واحد في اتنين باتنين، واحد في واحد بواحد، يطلع الناتج باتنين. فهمتوا المسألة؟ تمام؟ طيب تعالوا نشوف مسألة كمان. المسألة اللي بعدها هنا أربعة على الاتناشر في تلاتة ونص. الأربعة على الاتناشر تبسطها، تقسم بس ومقام على الأربعة، شايفها يا حبيبي؟ اسأل نفسك كده، الأربعة تنفع، يعني اتناشر تنفع بتتقسم مثلا؟ على الاتناشر يبقى فيها تلاتة. يبقى هنا تلاتة وهنا واحد، وهنا نرفع الكسر، اتنين في تلاتة بستة، واحد سبعة. بعد كده مفيش اختصار بقى، واحد في سبعة بسبعة، والاتنين في تلاتة بستة، يطلع الناتج سبعة أسداس. ونبسطها برضه. نبسطها، جدع شاطر، أيوة كده، واحد وسدس. بارك الله فيك، واحد وسدس، ممتاز جدا. يلا امسح اللي بعده، تعالوا نشوف السؤال اللي بعده يا ولاد، برافو عليك شاطر. يلا كل يا ولاد اكتب معايا السؤال اللي بعده. هنا بيقول لي تلاتة على خمسة في واحد ونص، عايزين نحلها. هنسيب التلاتة على خمسة زي ما هي، وهنا نرفع الكسر، واحد في اتنين باتنين، واحد تلاتة، تلاتة في تلاتة بتسعة، واتنين في خمسة بعشرة. كده خلصت، لأن أنت عندك إيه؟ ها كده واضحة؟ تمام كده واضحة، لأن يا ولاد التلاتة محدش يختصر تلاتة مع تلاتة، أنت بتضرب بس في بس ومقام في مقام. طيب السؤال اللي بعده هنا بيقول لي ربع في اتنين ونص، ربع في اتنين ونص. تعالوا نسيب الربع زي ما هو ونرفع الكسر التاني، اتنين في اتنين بأربعة، واحد كام؟ خمسة. خمسة. بعد كده نقدر ان احنا نضرب بس في بس ومقام في مقام، واحد في خمسة بخمسة، والاتنين في أربعة بتمانية، يبقى خمس اتمام. تعالوا نشوف السؤال اللي بعده، كلمة أقل من أو يساوي أو أكبر من، بيقول لي حدد ما إذا كان ناتج الضرب أقل من. المسألة دي مهمة بقى يا ولاد، اللي هي التحديد، خلاص شيل إيدك، ركز معايا بقى في اللي بعدها وافهم. صفحة 64 يا ولاد، عايزين نعرف هل الناتج أقل من ولا أكبر من أو يساوي العدد الأولاني. دي حاجات سهلة ومباشرة. ليه سهلة ومباشرة؟ لأن إحنا شرحناها من شوية، فاكرين ولا أقول تاني؟ هقول تاني يا ولاد. هو بيقول لي الناتج اللي عندك ده هيبقى إيه علاقته مع العدد الأولاني؟
هيكون اكبر من 3 على 5 ولا اقل؟ طبعا بتبص على الضرب ده. بص يا حبيبي، بص على ده، لو البسط اكبر من المقام يبقى الناتج اللي يطلع ده هو الكبير، هيبقى اكبر، يبقى كلمه تختار كلمه ايه؟ اكبر من هنا. شفت سهله خالص اهي، مفيش فيها اي حاجه. طب لو كانت اقل يبقى قول لي الناتج اللي طلع ده هيكون اقل من 3 على 5. تمام، يبقى الناتج الضرب، يبقى انت لما تضربهم في بعض الناتج اللي عندك هتكتب كلمه ايه؟ اكبر من، يعني ده اللي هيبقى الكبير يا اولاد، ده ناتج بتاعه الضرب لما نضربهم في بعض هيكون اكبر من 3 على 5. فهمت كده؟ يبقى انت هنا بتختار كلمه ايه؟ اكبر أكبر من. من ماشي كده. طيب اللي بعدها قول كده يا حبيبي، يلا قول يا تلات اولاد. أخماس وتلات أخماس يساوي 3 اخماس في 3 اخماس، الناتج هيطلع بتاعه هل اكبر من 3 على 5 ولا اكبر؟ يساوي بص كده تاني، ركز كده، يساوي لو كانت دي 3 على 3، لكن دي 3 على 5، البسط اقل من المقام صح، يبقى الناتج اللي هيطلع هنا هيطلع اقل من مين؟ من من 3 تلاتة على على 5. خمسة. يبقى ناتج الضرب ده اقل من 3 على 5، بس بسيطه خالص اهي. فهمت كده؟ يبقى انت بتشوف لو البسط كان اقل من المقام يبقى ناتج الضرب اللي هيطلع هيبقى اقل من العدد الاولاني. هو بيقول لك الناتج اللي لما انت تيجي تحلها الناتج بتاع الحل هيكون اقل من 3 على 5 ولا اكبر؟ طبعا هيكون ايه؟ هيكون اقل. ليه؟ لان انت عندك التلاتة اقل من الخمس. عايز تتاكد؟ تعال نضرب كده في بعضه، 3 في 3 ب 9 وال5 في 5 ب 25. انت عايز تعرف مين الكبير، ال9 على 25 ولا 3 على 5؟ بتوحد تسعة لخمسة مقاماتك، وعشرين تضرب بس مقام في 5 هنا تبقى 25 وهنا 15، فطلع الناتج ده كام؟ ال9 على 25 هي الاقل من مين؟ من ال15 فعلا على 25، يبقى طلعت اقل ايه؟ اقل من. فهمتوا كده؟ يبقى بمنتهى البساطه من غير تحل المساله ولا اي حاجه تعرف الخاصيه ده اهي. انت عايز تعرف الناتج اقل من ولا اكبر من ولا يساوي العدد الاولاني ده اهو، بتشوف الرقم التاني اللي جنبه، لو البسط كان اقل من المقام يبقى ناتج الضرب هيبقى اقل من العدد الاولاني، ولو ناتج لو البسط كان اكبر من المقام يبقى ناتج الضرب هيكون اكبر من الناتج التالي، ولو كان البسط بيساوي المقام يبقى ناتج الضرب هيساوي الناتج الاولاني. يلا كده نحل كمان مسائل بس عشان نفهم ونتلخبطش. هو بيقول لي المسألة اللي بعدها 3 على 5 في 10 على 5، ها قول لي بقى الناتج بتاع الضرب اللي هنا اكبر ولا اقل من العدد الاولاني اللي هو 3 على 5؟ ها هيكون اكبر ولا اقل؟ أكبر، اكبر. ليه؟ ليه اكبر؟ لأن 10 على 5 أكبر من 3 على 5. ال10 اكبر من 5، ال10 ده أكبر من اكبر، 10 5. على 5 ال10 اكبر من 5، خلاص كده خلصت. ماشي، السؤال اللي بعده هنا بيقول لي 3 على 5 في 10 على 100 اهو، عايز تعرف ناتج الضرب ده هيبقى اكبر ولا اقل من العدد اللي هو 3 على 5؟ أقل، هيكون اكبر. اقل. ليه؟ لأن 10 أقل من 100. بس كده شطار. المسألة اللي بعدها رقم 5، رقم 5 يقول لي أقل، 7 على 4 في 4 على 7، أقل وهنا 7 على 4 دي اقل من دي، يوم كده تبقى اقل من. منتهى السهولة خالص اهو، صفحة 64 يا ولاد اللي معاك كتاب اتحلت. اتحلت سهل. تمام، يلا يا حبايبي اللي بعدها رقم 6، الشطار يجاوبوا بسرعة. رقم 6، 7 على 4 في 4 على 1 وهنا 7 على 4، ايه واضحة؟ الناتج الضرب ده هيكون هيبقى أكبر. أكبر، أكبر ليه؟ قول ليه، ليه؟ ليه لأن الكبيرة؟ الأربعة أكبر من الواحد. شاطر. السؤال اللي بعده رقم رقم 7، 7 7 على 4 في 4 على 4، ايه علاقتها مع 7 على بيساوي 4؟ يساوي. شاطر، لأن 4 على 4 دي فيها الواحد، واحد في أي عدد يديك نفس العدد. طيب المسألة اللي بعدها رقم 8، شاطر ركز معايا، ها 7 على 4 في 99 على 100، ها أقل، الناتج أقل أقل من الأولاني. شاطر. اللي بعده رقم 9، 1 و5 أسداس في 5 على 6، وهنا العدد كان برضو 1 و5 أسداس، ناتج خمسة على الضرب ستة هنا أقل. أقل. تمام، مسحتها. فهمتها كده؟ فهمت يا ولاد؟ لأن البسط أقل من المقام، حاجات سهلة يعني، سهلة بسيط. جدا. طيب انا نسول بقى كده ونجاوب بسرعه، يلا اللي بعدها نشاور بالسهم يا ولاد. ماشي، المساله اللي هي رقم 9 ديت حلينا احنا حليناها. رقم 10، 15 على 16 15 أقل، اقل من 16 يبقى اقل من. طب 16 على 15 اللي بعدها اكبر ولا اقل؟
الخمستاشر ال16 اكبر ولا لا؟ شايفين انا أكبر ولاد أكبر اكبر، أكبر. يبقى اكبر من. طيب هنا اللي بعدها بضرب في 16 على 16، ها يساوي يساوي. تمام. السؤال اللي بعده، فكر الكتابة عن الرياضيات، فكر في المسائل التالية واشرح سبب قدرتك على التنبؤ بقيمة ناتج الضرب على أساس قيمة العوامل. يمكنك استخدام الكلمات والأعداد والرسومات لدعم أفكارك. يعني 4 في 7 على 10 ولاد 4 بضربها في 7 على 10، بس كده 4 في 7 على 10 هي بتساوي 2 و4 أخماس. تعال نحلها كده، جت ليه كده؟ هنختصر يا ولاد، 4 على 2 فال 2، وعشرة على 2 فال ايه؟ فال هي 5. نقوم خمسة. ضاربين 2 في 7 ب14 ونسيب 5 زي ما هي، وبعد كده بنحولها لعدد كسري. افهم الطريقة دي كويس جدا حبايبي. انت قلت 4 على 2 فال 2 وعشرة على 2 فال 5، تقوم كاتب 5 في المقام و2 في 7 ب14 تبقى 14 على 5. تقسم بقى 14 على 5 فيها ال2 وتبقى 4، لان 2 في 5 ب10 وتبقى 4. فهمتوا ليه الناتج طلع كده؟ تمام. طيب المسألة اللي بعدها، هنا بيقول لي 4 على 10 في 7 على 10 بتساوي 7 على 25. ليه الناتج طلع كده يا مستر؟ بيقول لك حلها، يعني فكر في المسألة التالية واشرح سبب قدرتك على التنبؤ بالناتج. ليه؟ لأن أنا ممكن أختصر أقوم عامل إيه؟ بص يا حبيبي كده، 4 على 2 فال 2 و10 على 2 فال 5. ممكن أعملها كده، أبسط الكسر الأول تمام، وبعد كده بختصر أقول 2 على 2 فال 1 و10 على 2 فال 5. تمام. وأقوم ضارب 1 في 7 يعطيني 7، و5 في 5 يعطيني 25. يبقى دي طريقة الحل. المسألة اللي بعدها بيقول لي 2.5. تمام، شاطر يا ابني. 2.5 في 3 على 10 بتساوي 3 على 4. حبيبي ليه الحل كده؟ لازم نرفع الكسر. 2 في 2 بأربعة واحد خمسة في 3 على 10. قول معايا شاطر، ها. 5 على 5 في الواحد 10 على 5 في الاثنين 1 في 3 ثلاثة 2 في 2 بأربعة. طلع الناتج. يبقى ليه طريقة ايه حل المسألة. نشوف الصفحة اللي بعدها يا ولاد، الدرس التالت، فهم ضرب القصور الاعتيادية. استكشف، اكتب كسرا مكافئا واضرب لإيجاد القصور المتكافئة. لا تضع الناتج الضرب في أبسط صورة. هنا يا ولاد مش عايزك تكتب في أبسط صورة، لا بقول لك هات الكسر المكافئ، يعني حاجات مباشرة. يعني هنا 1 على 4 في 3 على 3، 1 في 3 ب3 و3 في 4 ب12. بس شفت بسيطة ازاي؟ انت كل اللي هتعمله تضرب بسط في بسط ومقام في مقام، يبقى انت جبت صورة مكافئة. سؤال سهل جدا، 3 على 5 في 4 على 4، يبقى 3 في 4 ب12 وال4 في 5 بكام؟ ب20. عشرين ها سؤال سهل جدا اهو. رقم 3، 7 على ال12 هنضربها في 6 على 6، 6 في 7 ب42 و6 في 12 ب72. السؤال رقم 4، بيقول 5 على 8 خمسة على تمانية ايه؟ في 2 على ال2، الاتنين 2 في 5 ب10. لا ما بيساوي تختصرش، ما يختصرش، هو مش عايز ابسط صورة. هو يقول لك هات صورة مكافئة عن طريق ضرب البسط والمقام. 2 على 2 الاتنين في خمسة بعشرة، اتنين الاتنين في في تمانية تمانية ب16. بستاشر. بس احنا كده خلصناها. تعال نشوف السؤال اللي بعده. هنا يا ولاد ضرب قصور في بعضها سهلة برضه، هنضرب بسط في بسط ومقام في مقام، ولو في كسر عايز ان هو يتبسط بنبسطه. تمام.